الرحيم. السلام عليكم. لتوزيع الجوائز وسدل الستار على الماراثون الأول الذي نظم تحت شعار جميعا من أجل النهوض بصحة شباب تملكت، وهو مخصص لروح الفقيد عبد الله عمران. نشكر جمعية أجيال تملكت وجمعية أفولكي على حسن تنظيم هذا الماراثون. طبعا هذا الماراثون أعطى شعاع للمنطقة بكاملها، وليس فقط لقرية تملكت. واحتفالا بعيد الأضحى نثمن هذه المبادرة، ونتمنى من الجمعيتين الماضي قدما لتنظيم تظاهرات أخرى رياضية وفنية مثل هذه التظاهرة. وشكرا لكم جميعا. في نفس الإطار وفي هذا الإطار هذا كنشكروا جميع الحضور اللي حضر معنا في هذا الحفل هذا، كما نشكر كذلك الإعلاميين وخاصة منطقة برايس اللي حضروا معنا وأتوا معنا هذا النشاط هذا، ومنطقة برايس وأسرك برايس نتمنوا ما تكون هذه النهاية. والنقطة اللي خصنا نركزوا عليها، لأن الإخوان عمران الهدف ديالهم أنه إن شاء الله من هنا واحد خمس سنين ولا ست سنين يخرج لنا بطل من منطقة، وخاصة من تملكت، لما لا نشوفوه حتى حنا على الصعيد الوطني. وكنشكروا بالمناسبة كذلك رئيس جماعة تملكت ورئيس جمعية أفولكي السي محمد الويداني، رئيس أجيال السي أنضم فيصل، وجميع الحضور الكريم. والسلام عليكم. الإخوان ما خلونا ما نقولوا، كنشكروا جميع الحضور اللي كان هنا اليوم، والحمد لله هذه المبادره هذه كتمثل لي واحد الاهتمام، واحد النوع ديال الاهتمام بالطفل وبالشباب ديال هذه القريه هذه. وكنشكروا السيد المستشار طارق الويداني اللي كان معنا بالدعم ديالو وبالنصائح ديالو، وكنشكروا ايضا السي الحبيب عمران اللي حضر معنا، وكنشكروا الصحفيين كما كنقولوا ديما، وكنشكروا كلا الجمعيتين اللي كانوا واقفين على التنظيم ديال هذا الحفل هذا. وكما كنقولوا حنا الاهتمام ديالنا والاهتمام ديال هذه الجمعيات، الاهتمام ديال الناس ديال هذه المنطقه هذه حول الشباب وحول الاطفال والنهوض بالشباب في هذه المنطقه هذه. ان شاء الله المزيد من المبادرات، المزيد من المبادرات بحال هذه ان شاء الله الى الامام ان شاء الله. وشكرا لكم.